سجل 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 معانا صور عشان الراجل عشان يقول البلد رايقه وتروح تحت بالليل ده عشان تدرس الاسعار. انا عامل سعر يعني الحمد لله ما بدورش على انا بدور على الناس تاخد والزبون ياخد ما بدورش على المكسب كتير فاهمني. انا بدور البكحك النهارده ب 24 جنيه بسكوت ب 24 جنيه بيضافور غريبه ب 30 سابلي ب 30 فاهمني. انا ما بدورش على كتير انا بدور على الزبون الزبون يستطعم وياكل مش عامل سعر وعامل ما فيهاش مونه ولا حاجه. انا عامل سعر عشان الزبون يتقبل ليا للمكان مش عامل سعر اللي هو ايه ادي زبون ياخد لقمه ما يجيش عندي تاني. انا يغلو الاسعار في السمنه او في الدقيق هي المكسب القليل احسن من المكسب ليه البعيد. سفاحه السمنه النهارده عامله 235 جنيه اما يجيب له كيلو سمنه ب 23 جنيه هتكلفه مع كيلو سكر ب 10 ولا بتاع هتكلفه. فدي مفيش رقابة في الحاجات دي. ليه ده انت معلكش تموين التموين متشمل عليك انت حر. بتجيب تنين دي النهارده ب 6000 جنيه انت بتتحكم في البيع زي ما انت عاوز. كحك والبسكوت ب 35 يعني اعتبر هامش ربحه ضعيف مش هحط الزبون. والبيتفور والبسكوت والبيتفور والغريبه ب 40 يعني بالنسبه للتكلفه ان السمن ب 220 السكر ب 115 اللي هو السكر البودره والخامات غاليه جدا والدقيق ب 5000 ونص. فطبعا احنا بنعمل الحاجات دي يعني بناخد هامش ربح ضعيف. الكهرباء والسولار وكله ده في الزياد عشان كده احنا بناخد هامش ربح يعني. ما اقول لك هنكسب مش هنكسبش بس يعني وبنتناول الزبون نعتبر اقل اسعار. لا السفاد كان حلو كان في شغل وفي شغل من 25 رمضان 26 رمضان كان في شغل كان في حركه في حركة بيع. هات يا محمود في حركة بيع. الزبون كان مثلا لو ب 24 كان هياخد 2 كيلو ماشي ب 50 جنيه دلوقتي ب 35 جنيه هياخد كيلو ونص. هتفرق معاك انت انت هتفرق معاك. الزبون اللي هياخد 2 كيلو مش هياخد ال 2 كيلو اللي هياخد 5 كيلو هياخد له 2 كيلو هياخد نص الكمية. هتلاقي برضه احنا عاملين نص الكمية في الشغل ما عاملينش الكمية بتاعتنا كلها. شغله كله ضعيف غالبيه المحلات على كده. وبالنسبه لاسعار السنه دي في متناول الجميع بصراحه. بنختلف عن محلات تانية كتير ممكن يكون اسمنا مش مسمع جامد بس تختلف عندنا الاسعار عن اي محل بره. اسعار الكحك والبسكويت والبودفور والغريبه كل سعر واحد موحد 45 جنيه. وبالنسبه للسعر السنه دي هو عالي شويه عن السنه اللي فاتت بفرق بسيط جدا يعني لحد دلوقتي في نفس المعدل. يعني الاقبال على الكحك والبسكويت متواجد بنسبة كويسة مش وحشة. في بالنسبة لموسم حضرتك احنا طبعا في موسم رمضان عارف موسم كحك بسكويت بدفور غريبة بتبدأ الأسعار عندنا من المتوسط. طبعا منطقة يعتبر شبه شعبية تمام فبتبدأ الأسعار من المتوسط اللي هو الكحك 36 بسكويت 36 غريبة 40 بدفور 40. لا السنة اللي فاتت ومن ناحية كسوق الشغل وضغط شغل برضه السنة اللي فاتت. طبعا حضرتك عارف الغلو طبعا السمنة الزبدة الحاجات دي كلها مع الاختلاف طبعا وضع الاقتصادي في البلد فبتختلف تأثر طبعا على الأسعار بتاعت سيان السمنة الزبدة السكر الحاجات دي كلها تمام. بالنسبة للسمنة الصفيحة اللي هي 11 كيلو بتوصل حاليا تنزل لنا من التاجر 215 تمام. فبنضطر ان احنا برضو بنعمل حاجه يعني في المعقول ما نقدرش ان احنا نعلي فاهم قصدي. يعني مثلا حاسب الكيلو 215 صفيحه 11 كيلو ما بنقدرش بقى للزبون مثلا بيجي يشتري ما نقولوش مثلا صفيحه كذا وصفيحه كذا لا بنقوله احنا عندنا الكيلو بكذا وهو عاوز جاهز بيجيب لنا مثلا ايه بنديله المعايير بتاعت البسكويت كحك بدفور غريبه وهو يجهز لنا الحاجه واحنا نعملها له هنا ناخد تسويه ومصنعيه يعني مبلغ رمزي مش حاجه على الكيلو 10 جنيه. الاسعار غاليه وكل حاجه غاليه ومش عارفين نعيش. الناس بقت خلاص بقت ماشيه في الشارع بقت تكلم نفسها
بقى مخلص بقى كله بقى بيشحت بسبب السيسي، خربها وقعد على تله بجد والله، خربها وقعد على تله وبعد نار وصنافير اهو، وخلص ناقص يبيع البني ادمين خلاص، والشباب متحطمه مش عارفه تعيش ولا لاقيه تاكل ولا تشتغل ولا عارفين يتجوزوا ولا اي حاجه، حياتهم خربانه خلاص، ما بقوش لاقين اي ولا عارفين يعيشوا، وانا اهو مخطوبه اهو مش عارفه اتجوز اهو، حياتي خلاص، مع كل ما اقول لا ده انا خلاص الحياه تبقى تبتدي تتظبط وفي امل برجع اهو بقعد اهو جنب خطيبي كذا سنه ولحد ما جاب شقه ولسه مش عارفين نعمل برضو ايه بسبب العفش والغلا والاسعار زي الزفت، منه لله استصى الله ينتقم منه، حسب الله ونعم الوكيل فيه. ما جبتش ما اعرفش ليه؟ من الغلا والقرف. لا السنه دي غاليه قوي. ليه؟ كل حاجه غاليه. انت عارف تمشي تجيب حاجه من بره؟ كل حاجه قرف. ولا الواحد عارف يمشي ولا عارف يتنيل ولا عارف يعيش من الغلا والقرف بجد والله. اللي جاي مش قد اللي رايح. عيش ربنا اللي يعلم.